مساكم الله بالخير، ويا هلا والله وسهلا فيكم جميعا وحياكم. انا والله ما ادري وش اكلنا يوم كنا بجدة، ما ادري لي 3 ايام وبطني ما ادري وش السالفة. حتى والله اليوم ما طلعت من البيت، كنت خاف اقدر اطلع. الله يستر، جيك محل ما بتكرمه دورة مياه الواحد توهق. غير ال شوية حرارة، عظامك متكسرة، بديت في الانفلونزا، بس انها الحمد لله ما تجيك بقوة، لاني ضارب نبرة الانفلونزا ولا تجيك قوية مرة، بس الحمد لله على ما قال الامور طيبة. نرجع للمكوى، هذا المكوى صراحة والله ياهو مكوى. نرجع للمكوى، بس حبيتها. اللي يبي يشتري مكوى، يبي مكوى بخار، صراحة لا يفوته. وعملي والله يمكن له تقريبا عندنا حول 5 سنين، ما أنا مكوى ما جربته، لا اللي كابس لا اللي واقف ذا البخار، هذا صراحة جيد مرة. أنا عاد بروح أدور بكرة واحد زي قد يحصل هذا. طبعا انه صلاح ولا انه منتي الضمان ومنتي كل شيء، بس لا يفوتكم هالنوعيات.